السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأطفال في مركز المحبة، أتمنى أن تكونوا بخير. نلتقي معكم مجددا في جلسة جديدة من جلسات الدعم النفسي. في جلستنا الماضية تحدثنا عن مسؤولياتنا، وكانت مشاركاتكم عبر مجموعات الواتساب جميلة ومميزة، حيث ذكرتم المسؤوليات بشكل عام التي تتعلق بحقوقنا. في هذه الجلسة أحبائي سوف نربط كل حق من هذه الحقوق مع المسؤوليات المنوطة به من خلال تمرين مسؤولياتي، حيث سيشارك معنا أصدقائكم الأطفال في هذا التمرين. تابعوا معنا. نوزع الحقوق على المجموعات. المجموعة الأولى، ما هو الحق المتمثل أمامكم في هذه الصورة؟ حق اللعب. حق اللعب. المجموعة الثانية، ما هو الحق؟ حق الرعاية الأسرية. حق الرعاية الأسرية. المجموعة الثالثة، ما هو الحق؟ حق التعلم. حق التعلم. والمجموعة الأخيرة، ما هو الحق؟ حق الرعاية الأسرية. الرعاية الأسرية للصحية؟ صحية. حق الرعاية الصحية. أحبائي، بعد أن تعرفتم على الحقوق، أريد منكم ذكر المسؤوليات المنوطة بهذا الحق. طبعا لكل حق له مسؤوليات، من حقي أن أتعلم، ولكن هناك مسؤوليات يجب أن أقوم بها كطفل. برأيكم ما هي المسؤوليات لكل حق من هذه الحقوق التي أمامكم؟ Jamie.
الجاي على بارك الله بكم. المجموعة الثانية هنا. من حقي أن لا من مسؤولياتي أن لا ألعب في أماكن مهجورة، ألعب من غير أن أبغي أصدقائي، لا ألعب في الشارع، لا ألعب في الأماكن الخطرة، لا ألعب في بيئة غير نظيفة كالنظافة من الماء. المجموعة الثالثة. الله بكم. المجموعة الأخيرة. من حق الرعاية الصحية، ولكن هناك مسؤوليات، لا أتناول أدوية من شفاء نفسي، أحافظ على النظافة الشخصية، لا أتناول الأطعمة المكشوفة. أحسنت، بارك الله بكم أحبائي الأطفال. وفي الختام أحبائي الأطفال، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من تمرين مسؤولياتي، وتكونوا قد عرفتم أن كما لكم حقوق فعليكم مسؤوليات. نرجو منكم مشاركتنا في هذا التطبيق عن طريق برنامج الواتساب في ذكر بعض الحقوق وبعض المسؤوليات المترتبة عليها. شكرا لكم.